المعلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة مفادها قيام شخص بتصنيع مواد التنظيف بطريقة غير شرعية على الفور، وبغرض الحفاظ على صحة المستهلك تم تكثيف التحريات حول هذا الشخص، أين تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة وبالتنسيق مع أفراد حماية البيئة ومصالح التجارة لدائرة الثانية، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى المستودع، أين تم العثور على برميلين من سعة 100 لتر من مادة أولية غريزيل، 22 برميل سعة 200 و 150 لتر من مادة أولية لسائل سانيبو، 4 براميل حجم كبير تحتوي على 1320 لتر من مادة غسل الأواني، برميل حجم 60 لتر به منظف الأرض، سهريجين سعة 700 لتر من ماء الجافيل موجهة للمستهلك مجهولة المصدر وبدون فوترة، بحيث يقوم صاحبها بتحضيرها وتهيئتها على شكل مواد للتنظيف، ويقوم بتعبئتها داخل قارورة مستعملة للمياه من مختلف الأحجام دون وضع علامة تجارية، ومن ثم يقوم بتسويقها على مستوى ولاية وهران، بحيث رفعت ضده المخالفات التالية: عدم الفوترة، مخالفة المستهلك من حيث الوزن، عدم امتلاك رخصة اقتناء مواد حساسة، وعدم احترام شروط تخزين مواد حساسة، بحيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المخالف وإرساله إلى السلطات المختصة.